السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي الأثاث أينما كنتم. أثاثيقة يحييكم، ورانا متواجدين دائما بمدينة القليعة ولاية تيبازا. خوتنا توجور مع لاسيري الإمبراطور والأنيق والأمير. هذا المرة جبنا لكم عن صالون خوتنا فلامان فامي تحت اسم الملك. لو صالون الملك خوتنا راهو توجور ديسبونيبل هنا بمحل أثاثيقة، مخدوم كامل بالانتيطاش، يحتوي على 6 بلاص خوتنا كما تلاحظون الان في الصوره. خدمه تاعو بزاف شابه، يعني يحتوي على 6 بلاص بالانتيطاش، والمطلع توجور في الديترونت بالكمخه خوتنا كما راكم تشوفوا. يعني خدمه ما شاء الله، يعني تحفه فنيه. وشوفوا هذا الموتيف على شكل سنابل مصنوع كامل اون بوات، لا فينيسيون تاعو بيان فيني خاوتنا. خدمة ما شاء الله كما قلت لكم، لي بي ولي زاكو دوارام كامل اون بو اتر، راهو طري بيان سوليد حاجة الله يبارك خاوتنا، حاجة ما شاء الله. شوفوا البونكا تاع اون بلاس، يعني مخدومة بطريقة جميلة وجميلة جدا، طريقة عصرية، طريقة رائعة، يعني اقل ما يقال عليها انها قوة. خدمة ما شاء الله، واثق عودتكم دائما تخدم لكم الحاجة المليحة والحاجة السوليد. شوفوا البونكا تاع 3 بلاس خاوتنا بالكمخة اللي زادت بهات لو صانو خاوتنا، ولي زاكو دوار لي بيان سوليد خاوتنا، والقماش توجور بالانتيطاش، والمطلة كذلك راهي بالديترونت، والموتيف خاوتنا يعني على شكل سنابل اللي زاد طبع لو صانو تاعنا خاوتنا، حاجة ما ان شاء الله حاجه الله يبارك خاوتنا. يعني هاد الكمخه تقدروا تغيروها، يعني لو صانو راهو دوبل فاس، يعني المقعده راهي دوبل فاس، والان يبان لكم البونكات تاع دو بلاص، حاجه ما شاء الله. السعر تاع لو صانو 26 مليون 800 بالنقل 58 ولايه.